كمل نفس الكورس. ابتديت حياتي طالب في كليه الحقوق، اخدت مزاجي ما اصرفش ولا سنه. اخدت الاربع سنين واربع سنين على دفعه 84 85 اللي هو عين شمس. وبعدين دخلت القضاء، القضاء العسكري، مارست النيابه والقضاء لحد سنه 94. وبعدين قررت ان انا اغير اتجاهي وسبت واشتغلت في المحاماه ومارست المحاماه حتى وصلت محامي النقد. ومن حوالي 15 سنه كنت بره مصر، فقابلت واحد اسمه الدكتور ابراهيم فري في مطار هيثرو في لندن. فجبته هنا على مصر وعملنا الهجومي بتاع التنميه البشريه اللي اغلبكم اكيد سمع عنه في مصر في رمضان. ومن هنا ابتدينا نمشي خطوات ثانيه، ابتدينا ندرس النفس البشريه البشر. انت عشان تبقى انسان متميز او انسان عادي او انسان ضعيف محتاج ايه؟ بالاول القران، فينا بيقول القران، لا هو اسمه القران عشان احنا عندنا مشكله في اللغه كلها. بس طبعا انتوا اساتذتنا كلنا المحامين لازم يبقى اللغه عندهم دقيقه جدا، لانه بيخاطب عقول قضاة بيقروا وبيسمعوا، فمحتاج ان هو يحاول ان يؤثر فيه. طيب سنه 1584 كان في امبراطور في اليابان، جاءوا الامريكان اول مره عايزين يخترقوا اليابان زي ما بيخترقونا كلنا طبعا. فبرضه رئيس وآلات وحاجات وبتاع، وبعدين طلع من عنده رجل اعمال كبير. هذا رجل الاعمال بقى هو العراب بتاع الصفقه اللي بتحصل. كان في حد معرض، في هناك طايره في الجبال اسمها الساموراي، كان فيها طائر كبير. المهم بعد احداث طويله ده فيلم اسمه مسلسل الساموراي. انا شايف ان اي حد يحاول يشوف حاجه او يقرا كتاب، في اعظم رزق او من اعظم الرزق اللي ربنا يديه رزق المعاني. ان ربنا يديك المعنى، يوصلك المعنى. فالمهم بعد احداث الفيلم كلها الراجل ده القانون مات. فجاي قائد امريكي كان جاي مع الامريكان، كان انضم لهم، فبيسالوه وقالوا للامبراطور، فالامبراطور بيقول له قل لي كيف مات. ولذلك احنا كنا كلنا لما حد يسال حد يقول لك فلان مات، يقول له فلان مات. لا، هو السؤال المفروض ما يبقاش كده. ازاي عايش؟ ازاي يعيش؟ طيب في فرق كبير قوي بين الانسان وبني ادم والبشر. ايه الفرق؟ القران بيقول ايه؟ لقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين إيه معرض؟ فأبين أن نحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى كل إنسان ظلوما جهولا، حتى يبقى بني آدم. وعلمنا آدم الأسماء كلها، يبقى الموضوع مرتبط بالعلم. اتعلمت بقيت بني آدم. اتعلمت شويه زياده وبقيت بقيت انما انا بشر مثلكم يوحى الي. خلي بالك الوحي لم ينقطع حتى قيام الساعه، بس اللي ينقطع هيجي ازاي؟ صورته يا صورة حلم. تعالى من دي البدايه فين؟ العلم. انتوا طموحين محتاجين ايه؟ محتاجين انكم كل يوم تزيدوا معرفة في اللي انتوا بتعملوه. في فرق كبير جدا بين العلم وبين الثقافة. الثقافة انك تعرف حاجة عن كل حاجة. العلم انك تعرف كل حاجة عن حاجة. انت محتاج تعرف كل حاجة عن دينك، مسلم او مسيحي. محتاج تعرف كل حاجة عن مهنتك. ليه؟ عشان تتقدم خطوة لقدام. لانك ممكن تكبر في العمر لكن ما تكبرش في الرب.
يعني حضرتك او حضرتك او حضرتك عندك سن 20 25 سنه، بعد 3 سنين لو خدت ماجستير هيبقى عندك 28 سنه، هم هيبقوا 28 لو ما خدتوش. صح؟ ايه؟ ثانية طب برافو، تعملي دكتوراه. هو ده الفرق، انك انت تتعلم عشان تطلع، لان كل يوم انا شخصيا تقريبا قارئ كل يوم كتاب، بس انا بقرا حاجه اسمها سبيد ريدنج، القراءه السريعه، اللي هو انت تدور على المعنى اللي في الشابتر او في الفصل اللي انت بتقرا منه. يعني كل حاجه، حتى الناس لما تيجي تذاكر او لو انت بتدور على بحث قضيه، الفكره هي المهمه. الباقي تفاصيل بتاع شرح الايه انت ممكن تعمله، مش ضروري تاخد كل. طيب خرجنا من الدايره دي، في 5 احتياجات للبشر كلنا محتاجين. نمره 1 البقاء، نمره 2 ضمان البقاء، نمره 3 انك تحب وتتحب، نمره 4 انك تنجز، نمره 5 المعنى. طيب الاولاني البقاء، مش بتاعتنا ولا بتاعتي ولا بتاعتي، حاجه بتاعت ربنا بس انك عايش. تاني حاجه ضمان البقاء، انك هتفضل عايش برضه مش بتاعتك، بتاعت ربنا بس. تالت حاجه انك تحب وتتحب، جزء منها بتاع ربنا اسمه لابنتي او القبول، والجزء التاني الكبير اسمه فن الاتصال. ازاي بتتصل بالانسان؟ الكلمة يتم رصاصة يتم رد، يعني تخيلوا، يعني لما حد يجي يكلم حد يحاول يزود الكلام ده، مش الفرق. إذا كنت أنت شايف إن الشخص يستحق الكلام أو يستحق إنك تحافظ عليه، لو أنت مش شايف ده حاضر، الموضوع يقع. اللي بعده الامور مرتبطه بالقرابة، حاجه بالانجاز، الانجاز يعني العمل. انت بتعمل ايه عشان تتقدم في عملك كل يوم؟ انت محامي بتشتغل في مكتب، هتفضل المحامي اللي شغال في مكتب طول عمرك. انت خدت الدور ده انك بتشتغل اجيل عند محمد تاني، مش عيب على فكره. هو بيبقى فيه شخصيات، فالشخصيات متقسمه بصر لسبع اجسام، القيادي وولون. ففي ناس البشر مختلفين ليه؟ لان احنا اتخلقنا من 4 مواد طاقه، الميه والهواء والتراب والنار. مش ساعات حد يدخل يحس ان في حد كده جوه في المكان، هو مش طايق، هو بيبقى مش طايق بره، مش انت عارف مش طايق. وفي واحد تحس تشوفه تحس ان الراجل ده شفاف، ده الراجل البركه اللي عجبني. استاذ حسين كمال من اكثر الناس على فكره، انا دارس حاجه اسمها قوه الطاقه البشريه في امريكا، دارس ليفل 5. طب اشوف الهدف عينيا، كنت انا في مصر كلها انا وبين فين بس، وفي الوطن العربي كلهم 11. فبقدر الهاله بتشاف بره بتتهزم، فبقدر الهاله دي عباره عن ايه؟ نقط الطاقه اللي في جسم الانسان، 7 شاكرز. نقط الطاقه دي الصينيين بيحطوا فيها الابره الصينيه عشان يعالجوا مسارات الطاقه، فتعالج لك المشاكل الصحيه اللي موجوده. طبعا ما في حد بيبقى مصري زي الاستاذ اللي هو ايه؟ انا قابلته 200 يوم، هو عنده افكار كتير وسريع الكلام، قدرته على السمع لما تيجي حد بيكلمه تلاقيه بيعرف دايما. لو جيت تكلمه في موضوع وتحكي له تفاصيل الكلام يقول لك هات النتيجه على طول. في حد تاني تلاقيه سامع، السمع ده بيسمع اكتر من بيتكلم، بيحلل، ما بيكونش قرار بسهوله زي الاستاذ ده.
واحد من الامور المهمه جدا في حياتك مرتبط فيها جزء ربنا كتير قوي اسمه التوفيق. وكيف خامس حاجه المعنى. لو انت مرتبط بربك هيديك معنى في كل حته. لو انت بعيد مش هتعرف تفضل طول عمرك. ساعات احنا بنقول او بندعي اللهم اجبنا لجاي محتاج، اللهم اتوب علينا لجاي نتوب. لو فكرتوا فيها بالعقل واحنا امرنا ان احنا نتفرج الله ما تعبش عليا انا مش جاي ده ما خدانيش مش كده ده حقيقي. انت لازم تاخد الطريق الاول فهو يحس انك عايز تقرب فيجيلك فتوب عليه فتتهدي فيجيلك. لكن هتفضل كده تمام؟ فكرني انت اقول اخر حاجه اسمها ما هي الامور التي تحكم وتتحكم في البشر؟ اخر حاجه. طيب عشان تبقى محامي قوي محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندك اتزان في حياتك. تبقى ماشي عندك نقط بمشيات. نمره واحد علاقه بالرب. اول حاجه انت علاقتك بربنا عامله ازاي؟ بتصلي تمرينات في سوره البقره. الملائكه بيخاطبوا رب العزه بيقولوا ايه؟ اتخلق فيها اتجعل فيها من يرسل فيها ونحن نقطة. لو فكرنا بالعقل يبقى القصة فلاش باك. يعني كان في حد الدنيا فينا أسد وبعدين ربنا بلاوي مين؟ مش كده؟ كان في فرق. كان مين أكتر واحد طائع في الوقت ده؟ إبليس وربنا رفعه. طب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على الكل، مين كان شيطان ابليس لما عصى الله؟ ابليس لما وضع في اختبار اطاع، ولما وضع في اختيار اطاع على الله نفسه. الذنب بيتكون فينا كبشر ازاي؟ احنا مخلوقين في ثلاث مراحل، جسد وروح ونفس. تمام؟ الجسد بيطير في كل عوار الدنيا. وقول الروح من امر ربي ما حدش عارف حاجه عنه. ونفخنا فيه من روحنا. اذا كل واحد فينا في نفسه بروح الله. ربنا بيروح مش عارف. وبعدين خلالنا النفس. النفس دي فين؟ تأثيري أنا الشخصي إن النفس هي. هنا في إيه؟ لا العقل هنا. هنا مخ كابتن منه الصغير اللي فيه كل خبراتكم وتجاربكم على الحياة وكل مفهومكم الذاتي منه طلعتوا بيه. يعني ما فيش حد خلي بالكم الشخصية الإنسانية شخصية تراكمية. يعني استاذنا العظيم او الاستاذ ما ينفعش اقول فجاه بقى هو ده. لا ده خرج تراكمي على مدار طفل فشاب فرجل وخد القيم والحياه كلها وبقى الهويه اللي واقفه قدامنا دي. مفيش حد يطلع فجاه ولا يبقى مزيف يبقى بيصدر لنا صورة مش حقيقية. ليه؟ كل بشر فينا عنده أربع صور. صورة أنت شايف نفسك بيها. صورة الناس شايفاك بيها. صورة أنت بتصدرها للناس.
الصورة الرابعة صورة سود بلاك بيج اللي احنا كلنا بنخبي بدوينا فيها وتيجي تنام على المخدة على الليل مش عايز تواجه نفسك اللي انت بتعمله ومش عايز الناس تشوف. طب الفرق بقى كويس وعامل شيء الكويس طيب الصورة السود كبر مقتا عند الله لا تقول ولا تفعل فبقى اللي بيقوله هو ده فصورته السودة اتبيضت بقت هي صورته اللي شايف نفسه بيها اتصدرت للناس ما بقاش شافوه. التاني بيصدر صوره حسب الموقف لكل واحد لحد ما يتوب جوه ويحصل له مشاكل نفسيه واغلب المشاكل النفسيه بتيجي من الرياء والفرح. دول الاربع صور اللي عند البشر. حد اللي عنده اربع صور؟ لا كلهم بس مين بيصدر ومين ما بيصدرش؟ ده السؤال. كل واحد فينا عنده مصاعب الحياه بتمر عليه بتاثر عليه ازاي؟ حسب قوه تحمله. عارفين كان في بنت صغيره شابه كده باباها بيشتغل شيف كبير في الفندق فكانت رخيصه ومتريقه على طول وانا تعبانه وانا متريقه وانا كحت الدنيا وانا مش عارف ايه. انا كنت عارف خدها ودخل المطبخ بتاعه وجاب كذا رقم وجاب بيضة وجاب شوية حطوهم على كل واحدة حلة حطوهم على النار وابتدى يجري النار هي مصاعب الحياة. سابوا بينه وبينه وهي مش عارف تستنى مش قادر تستنى قول لي فيه ايه قول لي فيه خلاص خلصنا شيل الجزرة حطيها هنا وهات البيضة اكسريها وقوليها الموتور ده الجزرة لما خدتها لإنسان والبيضة لما كسرتها من كتر النار مررت وده لها ولا تحت. مين فيكم الجزرة ومين البيضة ومين ده؟ ده سؤال. خلي بالكم ان بره احنا عندنا مشكلة في التعليم كبيرة جدا. لازم كويس التعليم في مصر تشبيهي انا لو عندنا حرفية بالضبط الحلول ايه؟ طيب الحلول اللي قدامنا لما يبقى في حرفية بالضبط عندنا نحن نغير الكلمة ونغير الحرفية مش كده؟ احنا بنكبر الكلمة ده التعليم في مصر بيتخرجوا عن ورقة ما عندهمش أي نولج ما عندهمش أي معلومات وفي الآخر معتقد إن هو خدي خلي بالكم حاجه لما تكون شغال عند حد ما بيديكش فلوس عشان انت قاعد عنده 8 ساعات بيديك فلوس عشان قيمه وقتك انت بتعمل فيها ايه. لكن هتيجي تقعد تحط زي بتاع العام يعني هتيجي تقعد تحط رجل على رجل وتشرب شاي وقهوه وتسلم على زمايلك وتقول لك انت بتجيب وتروح لا. زي ما احنا عمالين بنسخر من كل حاجه اللي هي اللي احنا ماشيين فيها دي. على فكره انا ما عرفتش اخش السياسه اصلا خالص ولا بحب السياسه. شيخ شعراوي وهو شيخ وابنه الشيخ الروحي بتاعي الشيخ سامي شعراوي قال لك من السياسه البعد عن السياسه. من السياسه البعد عن السياسه. عمر بن الخطاب كان ماشي في احد الاسواق وبعدين لقى واحد بجيش فخبط قال له عليه كده وقال له ما هذا؟ خبط له قال له هذا عز يا امير المؤمنين. فقال له انه بطين والبطين لا يستطيع ان يقوم بالصلاه جيدا. خلي بالكم من حاجه في كتير انا مش مدعم لرئيس السيسي ده مش تدعيم له خالص انا بتكلم هو معايا. احنا مش شايفين الصوره اللي شايفها الراجل اللي قاعد فوق البرج. هو عنده صوره كامله انا عندي صوره ناقصه. فانا بحكم بصورتي ناقصه فلازم احكم بغلط. لازم
لو وصلنا لان احنا علاقتنا بربنا. الذنب بيتكون عن 12 ازاي؟ الجسم بيحصل له عرض من عوارض الدنيا اي حاجه. واحد اشتغل في مكان محاماه، خد قضيه، واحد زميله قاعد في نفس المكتب اللي جنبه، قال افكار، راح هو جالي على استاذ المكتب الكبير، قال له افكاري كذا كذا. يا عم ده انت خدت افكار الراجل. اللي بيحصل جوه ايه بقى؟ الجسد يبعت اشاره هنا للعقل، المخ يقوم فاتح له طريق يقول له اه بتعمل كده، ما تعملش كده، ما تكشفش. ابن عمك عمله وما حصلوش حاجه. وبعدين مين مع النفس؟ مع المخ هنا في النفس. احنا لما ناطقين بالشيطان هو سبب بلاويه. لا مش كل بلاويه سبب الشيطان. الشيطان بيعمل معانا اربع حاجات ثابته ما بتتغيرش. نمره واحد يخرجك من الدين، معلش. نمره اثنين يبعدك عن الطاعه، معلش. نمره ثلاثه يلخبطك الطاعه زي ما اغلبنا بيصلي كانه بيعمل تمارين الصباح كده. هو بيصلي وزنه في حته ثانيه. نمره خمسه يلعبك في النيل. وبعدين تبتدي نفسك. تروح نفس الستات تروح نفسين الاثنين على هنا. هنا في ايه؟ في العقل. أليس لهم قلوب يعقلون بها؟ القرآن بيقول ومعاه روح. لأن أنا شايف إن لما حد بيموت طول ما القلب بيدق ما يدقوش عين الوفاة. حتى لو المخ وقف يقول لك ملك الإيمان. لو أنت من أول الحتة اللي تحت دي بتصد الذنب، الذنب بيرجع. لو ما أنتش مقويها بيعدي الذنب. وتبتدي مرحلة تانية اسمها مرحلة اللوم الداخلي. انت تلومه اللي قدامك وتلوم نفسك. لو انت اليس لو 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 في نقطة في القلب صحيح. الأساس علاقتك بالخلق. أول حاجة تخرج منها علاقتك بنفسك. لو انت ظابط العلاقه بنفسك هيظبط لك علاقتك بربنا، هيظبط لك علاقتك بنفسك. هتلاقي نفسك متوازن. ماشي. ثقه بنفسك. عندك سلام داخلي، عندك حب لنفسك وحب للاخرين، ومش هتكره ومش هتحقد ومش هتدين. وبعدين هتبتدي تتعامل مع نفسك بايجابيه. في فرق كبير بين واحد ايجابي وواحد سلبي. الايجابي بيرى في كل فرصه خطوه. السلبي بيرى في كل فرصه خطوه. الايجابي بيرى في كل صعوبه فرصه عشان يتعلم. انت مين؟ عايز ترجع ولا لا؟ ده سؤال مهم. هتخرج من علاقتك بنفسك لعلاقتك بالاسره. كبرت بقى واتجوزت ومبقاش. خلي بالك الكلام ده كله مرتبط بالوظيفه. اركان الالتزام في الحياه مرتبطه بانك انت لو انت ملخبط في حاجه فيهم هتخرج عن المشكله. والمشكله حقيقيه. مش عارف اعمل ايه؟ لو واحد خارج خارج مع مراته. هيتعامل مع الناس ازاي؟ مش بتنشنه وعصبيه وبيخسر. هيحصل. فيبقى انت محتاج هنخش في الاختيار بعدها بتختار ازاي؟ وبعدين بتتعامل ازاي؟ دي علاقة بنفسك. علاقة بقى تختار بالزوج وتختار ازاي؟ مش عايز اكمل كل الكلام المعروف فصل بذات الدين ثلاثة وثلاثة. بس بصوا للأم لأن الراجل هتبقى هي أمها بعد 20 سنة. وشوف الأب. لو الأب بيكسر الفضول ما تحاولش. وبعدين أعرف واحد رايح يتجوز وراح الأب العروسة ما كانش معاه حاجة. فـ مساء الخير أنا مختلف عندي مستقبل واعي وكان
وانا راجل الراجل ده راجل احبطه في ايده وفتح الشباك قال له ازاي كل شهر رجاله كلمه كل اب مصري او شاب انه عايز بنته تبتدي من مكان ما هو انتهى ما ينفعش وانا ابتديت كده انت ابتديت عندك شقه وعندك عربيه وعندك مش عارف ايه ايام ما كان ايام بيختلف عن طب شقه ايجار بتدفع لها 200 جنيه ولا بتاع النهارده يعني الموضوع بقى صعب مش سهل فاللي يجيله شخص له دين وخلق ومستقبل واعد ما يفكرش ما يفكرش ليه؟ عشان يقدر يصون بنته ولازم يعلمها ان جوزك عارفين الواقعه بتاعت في ايام احدى الغزوات واحده من السيدات في الغزوه ابوها واخوها وجوزها واقفين وبعدين حد ضرب لها الازار فتخبي هم مين ورا جوزها يبقى السوق هو وطن المرأة انا بكتب انا عندي صفحه اسمها كلمتين وبس اشتريتها من مدخل المهندس على الفيسبوك بكتب كل يوم حاجه اسمها زي ما انت بتكتب الدكتور هشام طيار يعني ذا ادفايس بحاول ان انا اكتب وبتترجم فرنساوي وبعض انجليزي وبتتنشر وبتتنشر في كلمتين في مصر واحده اسمها جاري واحده اسمها صح ده جزء تاني حاجه علاقتك باهلك مين هنا فيكم بيبوس ايد ابوه كل يوم؟ مساء الخير يا ولادي انا فضلت ابوس ايد ابويا لحد ما مات وانا قسمته بايدي ونزلت مع الارض تحت عشان اطلع اب وامه اب اساسا اب وامه وربنا سيدنا النبي قال ايه؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابوك بس خلي بالك من حاجه الام هي نص المجتمع وبتربي النص الثاني حاولوا يبقى دوركم ابعدوا عن الميديا هما بيحاولوا يخترقونا بالاعلام، الاعلام بوظ دماغ الشعوب العربيه كلها. غير انا يعني ان شاء الله عندي محاضره هنا يوم السبت الجاي. بس طبعا جروب تاني غيركم انا هتكلم في حاجه بتاع كتابي اسمها منظومه الطير الغائبه عن حياتي. دي مشكلتنا الحقيقيه، احنا عندنا مشكله حقيقيه في الطير. قيمنا فيها مشكله اتلخبطت اتغيرت ما بقتش دي قيمنا اللي احنا كنا عايشين فيها مش هي خالص ولو اتفرجتوا على الاغاني اللي بنتفرج عليها بتاعت المطربين و لو قفلتوا الصوت وحطيتوا الاغنيه دي جنب اغنيه اجنبيه هو نفس المنظر نفس اللبس نفس كل حاجه المختلف اللغه حتى اللغه دلوقتي هما بيكتبوا بعض الرسائل برقم 7 ورقم 2 عاملين ايه الرقم؟ هو ده ايه؟ ده ايه؟ لا مش تخيلوا هما قدروا يغيرونا على فكره انا بتكلم انجليزي بس كده لكن باصر ان انا اي حد انجليزي يجي هنا مصر كلمني عربي زي ما انا بروح بره اعتبرها بالانجليزي انت لما تيجي هنا انت هتعمل لي ايه؟ احنا اعظم امه في الكون لان عندنا سيد البشر لو انت منضبط مع ربنا تنضبط مع نفسك تنضبط مع عيلتك هتنضبط مع المحيط اللي حواليك اللي هو المجتمع اللي هو اصحابك واولادك واصدقائك و هتخرج من شغلك انت محامي محتاج ايه؟ محتاج
اكتب الشيء كده. ليه؟ الناس بتستقبلك بمظهرك، بتودعك بعقلك. كان عندي مقابله في القاعه الاداريه من شهرين، كان عندي مشكله، انا بنتي في حقوق انجليزي وعندي مشكله مع جامعه الشرق، قلت لهم مشكله، قلت لهم كابوس حاجه ان انا ما نزلتش شهر. بلغت القاعه الاداريه والنيابه والنيابه العامه وحطوا لهم مشاكل كتير. ليه؟ لان انا صح. فرحت اقابل ظباط القاعه الاداريه، قابلوني تحت، وبعدين خلوني طلعوني فوق في المكان. قعدوا معايا 45 دقيقه وده مش طبيعي، هم بيقعدوا اقصى حاجه 15 دقيقه. وبعدين وانا ماشي نزلوا وصلوني لغايه عربيتي في الشارع اللي ورا الجهاز. هم قالوا لي الاول بمظهر. اما مشوا بعد. عشان كده لازم يبقى كل واحد فيكم عنده اللي يبهر بيه اللي قدامه زي الطفل الجميل. دي حاجه في البرزنتيشن سكيلز او يعني المحاضرات اسمها الاستخدام. لما يبقى حسب طارق غريب لازم تستخدمه، تدخله في المحاضره. لازم تطلع بقى قدام القاضي. رفع راسك فوق. انت مش اقل منه. هو قضاء جالس وانت قضاء واحد. بس لازم تقولوا كده. لازم يبقى عندك دفاع اقوى من هجوم. لكن رايح مش محضر مين ورايح هيلعب فيك. مش فاهم. رايح داخل مش فاهم. واقف قدام هيئه قضائيه. يبقى لازم تبقى رايح مذاكر قضيتك كويس قوي وعندك دفوع. وكل لكم لازم تاخدوا حاجه اسمها برزنتيشن سكيلز. فن الخطاب. ليه؟ لان المحامي انا عارف ان في محامي بيكتب ومحامي بيترافع. انا مفيش شغل بقى، انا فاهم بس. لكن لازم يبقى عندك ميكس بين الاثنين. لو اضطريت تقف قدام المحكمه تترافع لازم تترافع. وما تديهوش فرصه انه يحلق عليك. انا مره في جلسه في محكمه شمال قاضي اسمه حاجه الوحش، انا مش فاكر اسمه بالظبط يعني. ما انا شفتها مش قليل، انا محامي. وبعدين كنت بطلع في قضيه اللي هي بولا بدون ترخيص. بل انا طالب ان القضيه تكون خبير والحق. لا تقول لي ايه اخر جلسه؟ تقول لا استنى لو سمحت اثبت ان انا طالب كذا. قال لي لا مش هكذب. قلت له بس اكتب يا ابني بقى. والحاضر طلب رد الهيئه العامه للنظام ليه؟ ما تخافش. لقيته هيصادر عليك ورده. بس الحق. راح عامل ايه؟ راح رجع جلسه وجايب لي جول. استجاب لي انا عارف. يعني انا ما كنتش. انا لسه بتكلم مع حسين بيه على موقف جوه كنت في مكان كده. وبعدين انا بتكلم ما عنديش اشتغالات. اللي حواليا بيسمعوا كلهم خير يا اخوانا. اذل الحرص اعناق الرجال. ما تخافش. بادر وكلم. بس لازم تبقى متمكن. اخر حاجه الفلوس. الفلوس بتزيد. لو بقت وسيله. في حاجه اسمها ترتيب القيم عند البشر. في واحد اهم حاجه عنده مراته. ده طبعا بياخد على قفاه طول النهار. وفي واحد اهم حاجه عنده ولاده. وفي واحد اهم حاجه عنده شغل. وفي واحد اهم حاجه عنده فلوس. الترتيب الامثل للقيم عند البشر نمره واحد ربنا. نمره اثنين انت انك تبقى متوازن عشان تطلع بصوره كويسه في الناس. نمرة ثلاثة بيتك وولادك وأسرتك مع بعض ومعاهم شغل. نمرة خمسة الفلوس لأنها طاقة ربية تشد البشر. الحاجة اللي قلتها في الكلام إيه اللي بيتحكم في البشر؟ آخد سيرفي كده
واحد يقول لي ان انا ايه اكتر حاجه بتحكم وبتحكم بيها؟ استاذ المنظره اللي قدامي احضر اهو اهوائي نفسها الاستاذ ايوه ام ميكي ايوه خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي. من اكثر الحاجات اللي بتتحكم في البشر وبتحكمهم حاجتين. نمره واحد الخوف. كلنا محكومين بالخوف. كلنا عندنا خوف ان يحصل كذا وكلنا عندنا خوف ان ما يحصلش كذا. دي بتبقى بتختلف من واحد تاني. واحد عايز كذا يحصل ما بيحصلش ما بيبقى خايف. واحد عايز كده ما يحصلش فبيحصل فبيبقى خايف. مظبوط؟ مربوطين بايه؟ بثلاث دوائر. الدايره الاولى علاقتك بالمولى عز وجل ظبطتها، تخرجك للدايره الثانيه علاقتك بنفسك ظبطتها، تخرجك للدايره الثالثه علاقتك بالاشياء البشر والشجر والحجر. يطوعهم لك رب العالمين. والخوف علاقة عكسية. إذا زاد خوفك من الله قل خوفك من الأشياء. وإذا قل خوفك من الله من الأشياء من الله زاد خوفك من الأشياء. تاني حاجة بتتحكم وتحكم الناس سوء الظن. أغلب البشر بيحكموا سوء الظن. طريقة ما. بيقول لك كنت أزرع حديقتي. فبحثت عن فأسي فلم أجد فأسي فنظرت إلى إبراهيم فرأيت نظرات ونظرات سارق ورأيت كلامه كلام سارق ورأيت حركات حركات سارق فبت ليلتي مهموما بذنوبي حتى يصبح الصباح فأختلف فقمت فجرا ودرت حول منزلي فرددت فأسي بين أشجاري فعدت ونظرت إلى إبراهيم فلم أجد نظرات ونظرات ولم اجد كلاما او كلام سارق فاكتشفت انني انا السارق. سرقت براءته وسرقت يومي في سوء ظني. جيب البشر الصدق شيلوا البيت بقى ايه؟ شيلوا الشيل بقى البيت. ده سؤال الحياة. أنت عايز تبقى شر على نفسك وعلى حواليك ولا عايز تبقى بر لنفسك وعلى حواليك؟ كل واحد فيكم محتاج إنه يعمل توازن ما بين نفسه وروحه. كل واحد فينا لما بيجي ينام على المخدة بيقول إيه؟ عفوا يا نفسي. هذه الكلمات هي فكرة دموع من التفكير. صدى صرخات ترددت بعيدا من نفسي وربما في نفوس الاخرين. تهلسع النار في اذني ووحث الكبر في قلبي وبريق الامل في عيناي. انها خريطه لاعماقي واعماق كل منكم وليست اعماقي واضحه فانا دائما احاول دون ملل ان اوضح نفسي بنفسي ان اسلط نفسي على نفسي برفق كأنني أحبها وبقسوة كأنني أكرهها وبين حبي لنفسي وكراهيتها يتطاير الألم والأمل وتضيع أحلامي وأخاطي وأضيع أنا فأنا لست إلا أخاطي وتنسحب كل أمال الطريق ولا يمتع إلى لون الدنيا براءة الطفولة وحيرة الشباب ومرارة الدخول ومن منظر عين خائفة ومن رقة نفس قلقة ومن ابتسامة زاهرة تحكي على شفتي فجأة كلما رأيت طلاب عيني وتسحب فجأة لها لون الملح ودفء النار وطعم الطبيب ربما تكون هذه بقاياي وربما تكون شفاياكم. الطريق للسعادة لو بصينا له
احنا كلنا بنعمل كل ده عشان في الاخر نوصل للسعاده. مفيش طريق للسعاده، السعاده هي طريق. لو بصينا لكلمه السعاده، السين سلام، العين عطاء وعباده، الدال دعاء. يبقى ساده الحياه هم من يجعلون من العطاء والدعاء عادة وعبادة في حبه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. أكثر من طول النيابة. لأن النيابة من إيه؟ النيابة بتتقل وقائع عينها. شهود الإثبات شافوا معاينة النيابة راحت عينت الواقع، وعلى الشرطة راحت تقابل عملت معاينة. ماشي؟ كل دي وقائع منسوب صدورها لاشخاص وجهات معينه ساهمت في اخراج الدعوه الجديده. دي كلها قدمت للمحكمه، هتحكم المحكمه على دي، لكن الدور الاخير والاساسي هو دور المحامي اللي هيعرض صوره للواقعه من وجهه نظر، من وجهه نظر تتعلق بواقعه الدعوه المعروضه دي، وهيقدم ادله اسلام عكس ما تقدمه النيابة عنه. عكس ما تقدمه النيابة. يبقى أنا النهاردة المرافعة دي الدور اللي أنا هقوم بيها ده مش مكتوب. وما يجريش. لا زي ما الدكتور بيقول دلوقتي العقل فين؟ العقل، النفس، الروح. ده كله أحاسيسك. ده كله له دور في تكوين، في تكوين الدعوة وعرضها على المحكمة. ده إذا كده ده احنا المفروض أنا كمجد المحامين احنا مش جينا عشان نقول لك الدرجة ده، لا ده احنا المعهد ده الهدف منه إن احنا نخرج محامي ممارس يقدر يعرض ويقدر يعرض دفاع في صورة واقع عكس الواقع المعروضة في الأوراق المعروضة على المحكمة، أي كانت المحكمة، سواء محكمة جنى، سواء محكمة جنايات، سواء محكمة بنك، ده الأمور دي بتاعتك. لو أنت ما أنتش عايش دي جواك وبتعرضها وقت ما أنت عايزها، خلاص مش خلاص. يعني أنا النهاردة أقدر أترافع ومفيش ورقة قدامي وصورتي والقضية مش معايا، أيا كانت الوقت، أيا كانت الوقت، أقدر في قضية مخدرات دلوقتي أترافع فيها وأترافع فيها كويس جدا وأعرض عرض موضوعي محترم يقنع المحكمة. ليه؟ مش من القلم ومش من الورق، لأن أنا عشت، لأن أنا اللي أخرجته، لأن أنا اللي ابتكرت، لأن أنا اللي ألفت، لأن أنا اللي عرضت وأقنع المحكمة. خلي بالك، ما أنت لما تيجي تعرض دفاعك في الصورة اللي أنت ابتكرتها وأنت فكرت فيها واخترعتها وعملت سيناريو للعرض، هو لازم تعمل سيناريو للعرض عشان يقنع المحكمة، مش كلام أنا، لا، تقنع المحكمة. وانت لما بتعمل السيناريو بيبقى فيه رتم في العرض، تعرض دوائر، تعرض وانت بتتحرك، تعرض وانت بتتحرك ايه يمين او شمال، تعرض وانت بتتحرك ناحيه الغرب الشمال، تعرض وانت بتتحرك ناحيه الغرب، تعرض الرسوم وتقدم ليه؟ ده واقع حي. المحكمه مش موجوده معاك على طول، المحكمه مش موجوده معاك ليه؟ لانك انت بس انت بتعرض صوره حيه هي في الورق بس بعكسها. يبقى هنا لو انت نجحت في العرض ده المحكمه هتبدا تتقبل، تقول لك الله، يبقى هنا ادله السكوت بتاعت النيابه ايه؟ ثلاث اربع شهور اثبات وتدريب الشرع والكلام ده كله، وانا بعرض أدلة من عندي لكن تتعلق بالموضوع بس بتثبت عكس الموضوع. شاهد إثبات أنا بعرضه
ودليل عندي بس مش بعرضه ادي ده دليل اسلام ضد المنتهى او دليل تام، ده انا بعرضه دليل اسلام جازم على عدم صحه الواقعه محل الاتهام المقدمه من النيابه العامه والتي تحملها ادله. يعني ده الحديث هنا بقى المحكمه هتبدا تعمل ايه؟ تقول لك انا في الاحتمالات هتبدا من المحكمه. طب اذا الادله اللي بدها النيابه والصوره اللي بدها النيابه مع ادله الدفاع لما وازن بين الاثنين، لو وزنا بين دفاع المنتهى وادله الصدور المقدمه من النيابه العامه لرفع دفاع المنتهى واصبحت ادله الاسناد، ادله الاسناد لا اساس لها من الصحه وتجزم بعدم صحه الواقعه ويكون دفاع المنتهى اولى بالاعتبار. هنا انا خليت صحه الواقعه اثنين، صحه الواقعه بقت صورتين كانت متقدمه للمحكمه صوره، انا كدفاع خليتها اثنين، وتركت للمحكمة بعد إقناعي لما أعرضه أن المحكمة ترجع ولا يوجد في الأوراق عكس ما يقرره أو ما يقرره الدفاع المنتهى. ده الحديث ده مش كلام، لا يا رجال الحديث مش كلام، الحديث ده واقع انا عايشه وعشان انا عايشه في بلداني وفي كل احاسيسي، فانا بعرضه واستدعيه وقت ما يوجد واقعه تتعرض او تتطلب ان انا اتعامل معاها. هو ده المحامي، ده المحامي اللي هو ايه؟ المفروض يبقى محامي. ليه؟ لانك انت مفترض فيك العلم، مفترض فيك الممارسه، مفترض فيك انك انت بتنقل الواقع، وتدعمه بادله حسب رؤيتك للدعوه، يبقى هنا لما نقول ان احنا احنا الموضوع قدامنا طويل. في حاجه كمان، لما حضرتك زي الدكتور هشام قال انا بكون شخصيه مميزه، وشخصيه مميزه تتعلق بمين؟ ليه؟ لان انت حضرتك لما تخش المحكمه وانت راجل معتزل شخصيتك واثق من نفسك عندك خلق تقدر تتعامل مع المحكمه ازاي ومع الناس ازاي، عندك علم لما بتخش على المحكمه ايا كان درجه المحكمه بتعمل لك حساب. مش انت بقى عارفين انا بتكلم الكلام بقى واقع. وشوف غيرك لما بتيجي حضرتك تثبت حضورك، خلينا في الجنة تثبت حضورك في محكمة الجنة بتحضر، ده اللي تحضر بشخصك يكون حضر الأستاذ مع المتهم وحضر الأستاذ مع المتهم الحق المدني. ماشي؟ شوف التعامل هيتأثر في إيه بقى؟ بعلمك المهني والعكس. لما يجيبوا تطلب طلبات التفاهم وتطلب طلبات وانت مش قاري الورقه، وتطلب طلبات تتعلق بموضوع الدعوه المعروضه حسب صفتك في الدعوه اذا كنت حاضر مع المتهم او حاضر مع المدعي في المحكمة. هنا تقييم المحكمه للمتهم، انت لسه بقى شاب صغير، نعم تقييم المحكمه للدفاع من حضورك، من شخصك، من ادائك، من منظرك، من شياكتك. خلي بالك بيبصوا ليه من هنا المحامين في المحكمة؟ ما انت داخل عليه ما شاء الله عليك،
الشرطة هيقطع. ليه؟ لأن المحل الأصيل اللي هو بعته محترم، ومحل ترتيب للمحكمة من مكتب فلان، من مكتب ترشاد، من مكتب إسماعيل، من مكتب حضرتك. ماشي. يبقى هنا يعني الموضوع يعني مرتبط. انما بقى لما يجي واحد تاني يحضر مع عن حامي برضه المكتب، بس المحكمه لما حضر ده المحكمه ما لقاش فيه اللي هي تقيمه على انه هو محامي بيتعامل مع المحكمه، بيحترم المحكمه، المحكمه بتحترمه، بتحترم الموظف، عارف اجراءات المحاكم ايه، ابدا يتكلم في الجلسه، ابدا يتكلم المحكمه، ابدا لما المحكمه تسمح منه ابدا هو يصمت، ابدا المحكمه تصمت هو يتكلم. كل دي امور بهاليه احنا بنعيشها، واحنا بنحاول ناسس الصح عليه. لما تيجي بقى النهارده الكلام ده، طب لو جينا بقى وحضر المتهم، هو اللي هقول لكم واقع، بس واقع حصل. ليه بقى؟ الجرأة في المحامي مطلوبة. الأساس، خلي بالك، الجرأة الأساس. الصوت، مش الصوت العالي، لا، الصوت اللي يعلى والريتم وقت ما يتطلب الأمر. ساعة ما يعلى الريتم بتاع الصوت يحترم والمحكمة تسمعه، لأنه بيتقال في توقيت المحكمة عايزاه. عايز تسمعه. ما ينفعش بقى الريتم الواطي. لا، لازم ريتم صوتك يعلى وبحركة معينة. المحكمة عايزاه. ده لازم ريتم صوتك ينخفض شوية. ليه؟ لأن ما تعرضه يتطلب إن صوتك ينخفض، لأن الريتم ده بيبقى إن القيمة من المحكمة تتعب. هل ينفع؟ هل العرض بتاع النعمة ده ينفع؟ وأنت تقول كده بطريقة بتقدم فيها دليل يتعارض أو عكس النعمة المال. يبقى هنا حديث المحامي المرافعة حديث كله طبقه مهني من اختراعه. خلي بالك، إحنا لما بنقول كلام بنقول لما تسمعنا بنترفع عبارات من كل اصول المعرفه والثقافه الموجوده. لان المرافعه تتناول كل حاجه تتعلق بالموضوع. ان شاء الله مثلا بلد يخدم دفعه، قول ايه قرانيه يخدم الدفعه، قولها. حديث يخدم الدفعه، قول. عبارات مكسوره، قولها. ليه؟ لأن الدفاع في النهاية بيشكل وقعة موضوعية لها أركانها ولها حديثها ولها الفاعل الأصل فيها ولها المبني عليه فيها. دي كلها أنت بتتناولها زي النيابة بتتناولها بالظبط. ما تقدرش تقفل عنصر او ركن من اركان الجريمه، ما ينفعش. هنا نقص. يبقى لازم تتناول اركان الجريمه في رفعتك بادله قاطعه، سواء قوليه او ماديه، تنسب بعدم صحه الواقعه وتحدث على الانتهاز المقدم به المتهم، وتصبح براءه المتهم مبعثا جزم ويقين الذي لا يقبل الشك. طيب احنا اتكلمنا في ايه دلوقتي بقى؟ في دور المحامي، واعتقد بعد ما سمعت الدور ده فهو دور لابد ان نفتخر به. انت تعلم ان المحامي هو اللي بيحدد في المحكمه، في محكمه الجنايات مثلا، انت تبدا المرافعه. انت تبدا المرافعه. تعالوا معايا بقى نتخيل المحكمه. تعالوا معانا نتخيل المحكمه وتشكيل المحكمه والطقوس والاجراءات اللي بتتم في المحكمه.
المحكمه الصبح قبل ما تبدا وهم قاعدين في المجاوره جوه، والجمهور زي ما احنا كده قاعه الجلسه دي وهنا المنصه ما حدش موجود. لما نيجي المحكمه تبدا، خلي بالكم ده في قانون الاجرام، الحاجه منصوص على قانون الاجرام الحاجه. لما نيجي المحكمه تبدا عشان توصل انت لدورك فين؟ بتبدا الحاكم يطلع من جوه اوضه المداوله ويخبط على القاعه البنج كده او المنصه ويقول محكمه. في الوقت ده المحكمه بتخرج وتخرج من محراب العداله من اوضه المداوله. مجرد ما يكون محكمه المحكمه بتخرج واحنا كلنا بنقول جمهور او محامين كل اللي بينهم يبدا تيجي المحكمه يقف واقفين يبدا الرئيس واقف لسه اهو اتفضل بنقط محكمه تقف يبدا اجراءات الجلسه. اجراءات الجلسه ايه بقى؟ من المحكمه ثلاثه مستشارين او اربعه دلوقتي بقى من الايه؟ ده الاربعين. في رئيس الى جميع فيها مطلقه. في رئيس اللي هو اقدم الاعضاء، في عضو اليمين اللي يليه مباشره، في عضو الشمال اللي يليه، يبقوا دول ثلاثه. بيجيبوا الرابع بيبقى فعلا يليهم في الاقدميه كلهم، فبيقعد شمال الشمال. النيابه اعلى على اليمين في الاخر ماشي. الحاكم واقف هنا قدام المحكمه. الحاكم يبقى تشكيل المحكمة. المحكمة دايرة، النيابة، الحاكم، الحرس بتاع الجلسة، القفص الثلاثة. ده تشكيل المحكمة. طب نيجي نبدأ بقى. المتهم بيبدأ رئيس فتح الجلسة، يبدأ نبدأ الرئيس يقول على الرول الأولاني. يبدأ على المتهم إذا كان حاضر يقول حاضر اسمه فلان الفلاني. المحكمة لما الحاجب يبدا فلان حاضر على الدكتور حاضر. بيجي في محكمة حاضر على فلان الفلاني ويسأله اسمك ايه؟ يقول له اسمي. يقول اسمه ثلاثة أو أربعة، لأنه ربما أن يكون اسمه غير صحيح في التحقيقات الشرطة والنيابة والكلام ده كله. ولما يجي المحكمة معاه بطاقته فبيدي بطاقته في المحكمة بيقول له أنا اسمي ثلاثي أو رباعي كذا. هو عنده في الأمر حالة الاسم الشو. فبيقول له محاكم البطاقة ياخد البطاقة يقول له صحة اسم المتهم ويقول رئيس الدائرة كاتب سقط اسم المتهم زي ما هو في البطاقة الخاصة به. طيب الاسم ده بقى هل أنا كمحامي والخطر في الاسم ده استغله صحي؟ لا استغله صحي. طب هل لو الاسم فيه اسم رباعي في اسمين الثالث والرابع مش هم والاثنين الاولانيين هم وانا مثلا في قضيه مخدرات والمفروض في تحريات والمفروض في اسم والمفروض اتسال بتعمل سؤال المياه. طيب هنا بقى لما الاقي التحريات جايه من اسم الغير صحيح، الاسم الغير صحيح وجت المحكمه صححت الاسم وانا كمحامي بقى فاهم لقيت البطاقه بتاعته قلت له طب البطاقه دي جايه من الكاس. لما المحكمه صححت الاسم من بدايه تصحيح الاسم انا ابدا الدفاع ليه؟ لأن في تحريات والتحريات هي الإجراء المبدئي للدعوة وهي وليد الدعوة البدائية، فلا بد أن تتوافر فيها كل الشروط الشكلية والموضوعية اللي هي اسم المتهم صحيح، اسم المتهم صحيح، محل جر، سنه، عمل. طيب خلينا في السن دلوقتي، خلينا في الاسم. طب هو هنا
فالمفروض امتحان ياتي تتناول اسم المتهم صحيح، لان اجراء يقوم به مامور ضبط القضاء بشان ارتكاب شخص ما جريمه تحقق وقوعها استغرقت مده محدده تضمنتها مراقبه شخصيه من جانب مامور ضبط القضاء القائم بالتحريات، والمراقبه الشخصيه دي هو اللي بينفرد بيها على كل المواطنين. ده من الشرط بحث الناس. يبقى ايه امر اللي احنا ما نعرفوش؟ امال بتبقى التحريات سريه ليه؟ عشان يصل الى امور لم يعلمها. هو هنا ادي تعريف التحريات ايه؟ مفيش فيها اجتهاد. حاجات ماديه، اسم وعمل، حاجات ماديه. وتحديات القانون قال لك اسبوع، اسبوع 10 ايام تقولها، والمراقبه دي فيها مراقبه شخصيه، المراقبه الشخصيه دي دورك انت، دورك انت مش دور المصدر السري، لان المصدر السري مجهول بيجيب معلومه مجهوله، ولا يمكن للقائم بالضبط اللي هو معقول الضبط القضائي ان هو يقول عن اسم المصدر السري. ولذلك النبي بتسال كل مصدر معلوماتك وده مصادر سريه موثوق فيها. طيب انت علاقتك ايه بالمصدر السري؟ ده علاقتي بيه علاقه وثيقه وانه سبق التعامل معه. طيب ما اسم المصدر السري؟ يقول لا يمكن البور فيه حفاظا على حياتي. كلام؟ لا يمكن، ما اقدرش اقول اسمه عشان انا خايف عليه. لما نقف لحد هنا ويبقى الاسم اللي قاله المصدر السري والاسم الصحيح للمتهم اللي هو اثبتته المحكمه اثناء نظر الدعوه، اثبتته المحكمه اثناء نظر الدعوه ماشي. طيب يبقى اذا الامتحانات استقرت عليه وجابته وعرضته على النيابه معلومات مجهوله المصدر لمصدر سري غير معلوم، ولا يوجد دور لمامور الضبط القضائي محدد محضر التحقيق. فهمها بقى هنا الاذن اللي هيتعذر على النيابه، المحضر اللي هيتعذر على النيابه مين اللي عامله؟ ها؟ مين اللي عامل محضر التحقيق؟ مأمور الضبط القضائي مع وزارة البحث أيا كان المسؤول يعني. طيب المعلومات اللي هو ضمنها محضر التحريات عبارة عن إيه؟ خلي بالك أنا قلتها في الشرح بالتفصيل دلوقتي. محضر التحريات دلوقتي إيه أيوه؟ ها؟ لا ماشي ماشي لا إحنا قلنا دلوقتي هو المفروض الاسم المتهم الحقيقي ويقول ايش سنه والحاجه برضه وعمله. هنا بقى لما يجي محضر تحريات الصوره دي اساتذه سين الصوره دي وجايب اسم المتهم غير صحيح وكتب في محضر التحريات اسم المتهم غير صحيح وقال انني وردت الينا معلومات من احد مصادرنا السريه تفيد ان المتحرى عنه فلان الفلاني يطلق المواد المخدره ويتخذ من شخصه ومسكنه مكانا لفتك المرور. يبقى اذا هنا وبعد ما قالت الكلمتين دول قالوا اقبل المحضر ويعرض على سيد البلدان وكيل النائب العام للاذن بالتفضل بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه وتفتيش مسكنه. خلاص احنا لسه ما بلاش المحضر اللي اتعرض على النيابه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن معلومات خدها الظابط من المصدر السري وكتب اللي قاله المصدر السري وكتب الاسم اللي قاله المصدر السري اللي هو غير صحيح وعرض على النيابه محضر التحريات ده. وصلت؟ وصلت؟ هنا لما هنيجي النيابه هتقول ايه؟
بعد ما تتقال عليها المحضر ده ما نرجعه. النيابه بتدي اذن على ما دون في محضر التحريات من مأمور الضبط القضائي المختص اللي هي تتعلق بالمتحرى عنه ومحل اقامته واسمه وعمل المستخدم وعمره كمان والنشاط الاجرامي المتحرى. طيب هنا اللي تعرض ده مسؤوليه رئيس المباحث لان هو اللي صدر محضر التحريات والتحريات بالصوره دي ما فيهاش دور خالص لصدر المباحث خالص ده كلها مصادر سريه ده ما فيش دور خالص ولا قال ان اتاكدت من التحريات في المراقبه الشخصيه المتممه ولا قال الكلام ده خالص. يعني اللي اتعرض على النيابه اتعرض على النيابه محضر تحريات منسوب لمصادر سريه غير معلومه المصدر ولا دور المحرر المحضر التحريات والنيابه هتدي الاذن. خلي بالك نرجعها هي محترمه النيابه بتقول ان الاذن ده التحريات دي صحيحه بياناتها صحيحه الى ان يثبت العكس ويثبت بطلان الاذن لابتلاءه على تحريات مش هنشتغل بيها بقى ونعدي. طيب مين اللي هيعمل كده بقى ان شاء الله؟ مين اللي هيعمل الكلام ده؟ محامي اللي هيعمل كده. محامي اللي هيعمل كده اللي هيدي المعمل على الدين. محامي. شوف بقى العظمه بتاعت المحامي قد ايه؟ شوف العلم بتاع المحامي قد ايه؟ شوف الفقه بتاع المحامي قد ايه؟ شوف وصل بيه الامر ان هو يجهز على ادله السجون المقدمه من النيابه والشرطه والمعمل الجنائي كل ده بدافع هو في الاخر اللي هينتهي بصحه الدفع وهيبرر ان التحريات دي بتنزل دمها. طيب هنا لما احنا بقى نعرف ده ونقول ان النيابه بقى حاجه واحنا جينا حضرتك في الايه؟ في المحاكمه بقى. النيابه قال خلاص شاف اسم المحكمه شاف حساب اسم المتهم بعد كده المحكمه بتقول لك طلبات النيابه ها طلبات النيابه بما اسم المتهم المحكمه بتوقف التهمه انت بتتابع في المحاكمه يقول لا والله انا ما بتابعش يقول انكر التهمه المحكمة يطلب رئيس المحكمة من النيابة ان طلبات النيابة يقولوا طلبات النيابة تنفيذ تحديد او طلبات الوريدة من امر الحاكم نتمسك بطلبات الوريدة من امر الحاكم. ده من النيابة. ده النيابة اللي بتطلب ايه؟ الوكيل النيابة اللي في الجلسة هو اللي كده. بقى طلباتي بتمسك بطلبات الوريدة من امر الحاكم. هنا هيبدا بقى تكبر فتره ازاي الطلبات انت بقى وقت المحكمه كله دي خلي بالكم وقت اللي ده تغلقه المحكمه في نظر الدعوه سواء ساعه نص ساعه ساعتين بتاع انت بتاع انت وقتك انت الوقت ده بتاعك ملكك انت اللي بتستغله وانت اللي بتحدده. ما احنا ساعات ما احنا الاسبوع اللي فات قعدنا اربع ساعات من ثلاث او خمس ساعات فاضيين قد بتاعت البنت بتاعت العروسه اللي قدمتها. هنا بقى المحكمه دي بتقول لك ايه؟ طب طلباتك انت لسه ما حضرتش بس خلي بالكم الحته دي هقولها لكم عشان دي برضه تبقى ايه؟ قوه للذاكره. ساعات المحكمة وانت بتترافع اقتنع بالدفاع خلاص اقتنع بالدفاع هتديك بركة اقتنع بالدفاع ورجحته على أدلة الزور اللي هي بقى تبقى طيب تعرفها ازاي بقى؟ لازم يبقى عندك سرعة بديعة وقوة ملاحظة من خلال انك انت بتحضر قدام المحكمة وعارف المحكمة لما تقول لك كده خلاص لما انت تقول اغلق الضربات اللي راحت قدامك المحكمه بتحتاج بقى هو فين؟ وعامل ايه؟ فين؟ اتجاه المحكمه
ما يبقاش خلاص محكمه تمام خلاص طلبات تاخد طلبات يقول له لا انا لسه ما خلصتش انا عندي فرق كده عايز اقوله حقه مش مشكله حقه يقول له طب خلاص لما انت تاخد طلبات ما تقدرش قول اللي انت عايزه هنا بقى هنا بقى ايه؟ كلمه المحامي كل لحظه المحامي سرعه البديهه بتاع المحامي هي دي ما انت لازم تكون اقوى علم وقوه ملاحظه وسرعه البديهه من المحكمه لان ساعات المحكمه بتبقى احنا المحكمه عايزه تاخد القضيه واحنا بنيجي جاهزين فاحنا لازم نكون خليك حريص وتبقى المحكمة ايه؟ هي مش عايزة تقول ان انا ما اعرفش القضية وعايزين نهدي القضية لا. هو انت بتطلب طلبات تقول لك يا استاذ طب ما في كذا شيخ ما جاش او انت مالكش طلبات. انت مالكش طلبات. مش عايز مجرد ما تقول لك انت مالكش طلبات خلاص يعني. قول له يا ريس انا طلبات عايش لان انت جاي المحكمة عايزة تتأكد بس مش عايزة تفضل ده المحكمة هو جاهز لكن مش عارف انت بقى تبقى حريص وفاهم ودي تيجي للمحكمة طيب احنا علشان مش عايزين برضو ايه خدنا الجزئية دي فاحنا في اسئله عايزين نسمعها منه ونسمع الاجابه منه ان شاء الله دي نبقى نفيد كل الجلسه الجايه في المحاضره الجايه فالاسئله ايه؟ هيبدا الدكتور يجاوب عليها وانت ايه؟ بعد ما تابعنا ليه وجود مساوئ في شخصياتي كيف لي التغلب على ذلك وما الخطوات التي تقوم باتباعها لتهذيب نفسي؟ اشتغل على نفسك كل يوم شوفي الديفكت اللي عندك او الحاجه اللي شايفه ان هي بتاخد بتكرر الناس فيكي حاول تتجنبيها وبعدين اعملي اسسمنت او اعملي يعني مقياس لنفسك مع الناس شوفي لما علاقتك بالشخص ده لما ابتديتي تتجنبي اللي بيضايقه وتغيريه العلاقه تحسنت ولا ما تحسنتش كيف يتم معرفة الشخصية وتصنيفها من حيث الشر والخير وما هي أفضل تقسيم لها؟ احنا قلناها الأنا وهل هو له الأنا والأنا العليا أم يبقى تقسيمها؟ بص أنا بنصح إن حد ياخد حاجة في عيوب الشخصيات في ناس كتير في مراكز كتير جدا موجودة وبتعمل إعلانات يدرس أنواع الشخصيات ووسائل التغلب على الشخصيات الصعبة أو التعامل معها وتفريقها وإزاي تعامل كل شخصية على حالها. ما رأيك في قرار الإدارة الجنائية؟ بمعنى فكلمة حق دي كلمة
الله ربنا حاجه جدا يعني. انت ازاي اكتشفت ان هو غير الميعاد بتاعي يعني يوم الاربعاء ويوم السبت؟ ده من خدمه الحب في رايي الشخصي يعني. لو انت حبيتيه قوي واشعريه بالحب اعتقد ان الحب هيتغير. قال يجب على المحامي ان ينظر للدعوه او طريقه نظره للدعوه. بصوا اقول لكم حاجه، انا وانا صغير سنه 94 اول ما اشتغلت في المحاماه جات لي قضيه في حته اسمها الشرطيه. كان في واحد صاحبي اخوه بيتعاطى مخدرات، فظابط المباحث كتب المعطل بالطريقه دي اثناء سرنا في دائره قسم المركز لتفقد الحاله الامنيه. اشتممنا رائحة نبات جواهر يربع عنها نبات الحشيش، فتتبعناها فوجدنا باب نصف بواب فدفعناه وأقدمنا، فوجدنا مجموعة من الأشخاص تجلس وتدخن الجوزة. كده كده شوف المباحث. فمسكنا وحرزنا حوالي 24 حجر في مخدرات، وهو لما دخل قال ضربنا بارجولنا الجوزه او البتاع اللي كان موجود، ومسك حوالي فرش حشيش او حاجه كده يوزن بتاع وليه او حاجه كده، وراح عامل للخمسه اللي كانوا قاعدين الجار مخدرات. انا قعدت اقرا في المحضر وعمال افكر هل يجي ثغره فين؟ ما انت كمحامي لازم تطلع ثغره في المحضر بتاع الضبط الجنائي اللي هو جنبي. فجيت تقرير الطب الشرعي وابتديت اقرا، فلقيت تقرير الطب الشرعي بيقول ايه؟ ماده جواهر يرجح انها نبات الحشيش غير محترمه. فاتكلمت في حاجه واحده بس، اشتممنا. هو ضرب الحجر اللي كان في الجوزه طياره ما حرزوش، ضرب طياره ما حرزوش، ده اللي خرج الموكل بتاعي وخرج البقيه. هو ده نفسه. فانت كمحامي محتاج انك تقرا اللي بين السطور مش السطور نفسها. ليه؟ لازم تدرس الموقف صح وتقرا المحضر مره واثنين وثلاثه. خلي بالك انت لما بتقرا اول مره ما بتشوفش، لما بتقرا تاني مره بتشوف حاجات ما شفتهاش اول مره، لما بتقرا تالت ورابع وخامس بتقدر تطلع الدفوع اللي انت هتقدر تتكلم بيها قدام المحكمه. ولما اترفعنا قدام الهيئه بقت عماله تقرا مع شامل ايه؟ والمخدرات ما فيها، لكن في الاخر هو ما شافش. انت طيرت الحته المحروقه اللي كان موجود في دين الناس. لا سيبك من هزة الهيبة، احنا مش هنلعب على ايه؟ ما هو دي حالة اثبات، حالة تلفظ. هو عايز التلفظ. احيانا اشعر بالشباب داخلي واحيانا اشعر بالشيب. دي حالة وقتية مزاجية. انتوا عارفين لما يبقى مش ساعات كده في محل قاعد ويبص يلاقي كله اتغير. عارفين ايه السبب؟ مفيش اول حاجه اسمها اكتئاب. لو الاكتئاب ده مش مرضي تاخد حبايه عندك اكتئاب، مشخص انك عندك انك انت فيري كومبليكيتد وعندك حاجه نفسيه. فالاكتئاب الوقتي له سبب. ايه هو؟ حصلت لك وقفت مثلا قدام المحكمه والقضيه حضرتك فانت مشيت. بعدين تاخد حقك. كويس؟ فبعد سنة أنت قاعد كده فجأة افتكرت الموقف اللي حصل لك من سنة قدام القاضي، فخرج لك الشعور السيء جابه لك النهارده بعد سنة. فمودك اتغير. تعمل إيه بقى؟ أولاً لازم تفكر إن الموقف اللي حصل لك ده مش هيتكرر تاني، يحصل لك إدراك. إن اللي حصل لي ده أنا اتعلمت منه. فلو حصل تاني أنا هرده بطريقة. كمل نفسك كده. وبعدين تحاول تستحضر من جواك موقف انت كنت فيه مسار اعجاب وتقدير الناس.
هيطلع الشعور الايجابي يطفو ويطلع 10 سنين يخرجك من الحاله النفسيه البدنيه اللي حصل لك فجاه. كيف اعالج شعور نفسي؟ جميل جدا. مين كيف اعالج شعور نفسي؟ تعالوا احنا العالم. لا تعالوا شعور نفسك انك انت تجاهد نفسك. انت جاهد يعني تعرف ايه؟ نفسك تقول لك حاجه احسن. جاهد النفس ده جاهد. ده جاهد اكبر. العدل اساس الملك مكتوبه وانما فوق المحكمه. العدل اساس الملك. هل تتفق مع قيام القاضي بامرأة انتهى القامة فعلا بارتكاب الجريمة ولكن المعاصي هو جزء لا تتحرك؟ في آية القرآن صريحة وتبادلون عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة بما معنى الآية تمام؟ ما تاخدش قضية لما انت عاجبك. انت شايف الأرض الموجهة بريء خش في قضية ما انت شايفه بريء تحط تتكلم في ايه؟ ها؟ يعني اتكلم في المرة الجاية مهمة أوي. كيف أتعلم في مناقشة على ستة أنت مع شخص أكبر مني في السن؟ اسمع أنتوا طبعا محامين قدرتكم على السمع قليلة كلنا وأنا كمان المحامين كلهم قدرتهم على السمع قليلة أكتر يعني ما بيسمعش أكتر من كده فحاول تتدرب يعني انا من الناس اللي ما مش بسمع خالص لكن الحقيقه بين فيه جالي القدره ان انا اسمع يعني علمني اسمع طبعا انت محتاج انك انت يحصل لك بروتوكول لان انت عارف انت اغلب المحامين اما تتكلم معاه بيدور لك في الشفيق وانت بتكلم في الشفيق بتاعك ما يديكش فرصه لازم تتعود تسمع لانك لما تسمع بتحصل لك اكتر. ما نوع البرنامج التي قمت باختياره لمواجهه الحياه بشكل خاص؟ برنامج ربنا فيه انا في رايي انا بحضر حضره الشيخ الشعراوي كل يوم اثنين واربع في سكن الرئيس ان القلوب لا تصدق كما يصدق الحياه فقالوا هذا كلاهما رسول قال قراءه القران وذكر انا بروح كل اسبوع مرتين اسيب نفسي عارفه اللي بيسعفيني بيصفر نفسه انا بتكلم عن نقطه المسيح مش عباره عن كنيسه وكنت بروح كده. انت محتاج انك تقرب. تقرب هتتعب هتغير المكافر ده يقرب بطريقه. ما في ناس في الهند بتاخد البقره يروح يركبها مفيش حاجه يعني. ازاي الانسان يبقى سعيد؟ السعاده الداخليه مش بره. انت اللي بتخلي نفسك سعيد او لا؟ لو انت عايز تبقى كريم انت تبقى كريم. لو عايز تبقى سعيد انت تبقى سعيد. ازاي؟ سهلة ان من اعرض عن ذكري لا واضحة مش محتاج فكروا شوية كل حاجة انتوا عارفين كتابنا العظيم القرآن موضح كل حاجة هقول لكم حاجة عشان بيقولوا ان القران مش كل زمان ومكان، ده القران كل زمان ومكان. في سوره بتاعت تبا كذا اله وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. حلو؟ ليه ربنا قال تبت يدا؟ ما قالش تب ابو لهب. وليه ربنا قال أبو لهب ما قالش اسمه الكلية لأن القرآن بيقول زمان ومكان فانطبقوا على الواقع يبقى دلوقتي مين؟ تبت يدا سلمان رشدي اللي ألف آيات شيطانية مين امرأته دار النشر؟ فكر القرآن لكل زمان ومكان وأما بنعمة ربك فحدث ايه اعظم نعمه ربنا بها؟ والقران. واما بالقران فحدث نفسك. حدث اسلوبك، طور علاقتك بزوجتك، باولادك،
عشان سيء الظن. موضوع بسيط خالص، كلم الناس عنك هيكرهوك، كلمهم عنهم هيحبوك. يبقى أول طريقة عشان تتعامل مع الإنسان سيء الظن إنك ما تتكلمش عن نفسك، تكلم عنه هو. وبعدين لما تيجي تتكلم مع شخص عايز تنصحه نصيحة ما تقولهالوش كده زي الضرب، لا، اعملها له بنظام اسمه الساندوتش. امدحه بحاجة فيه بجد مش تفرق، وبعدين قول له النصيحة وبعدين امدحه. هيقبل ما بين المدحين هيمشي كده. ربنا يبارك فيك وزاد علم. انا ما عنديش علم، العالم هو العالم جاهل، من قال اعلم فقد جهل. انا بتعلم، انا اتعلمت كده. ازاي اعرف احدد هدفي؟ بصي الحته بتاعت الاهداف دي محاضره كبيره، بس الاهداف بتتقسم اهداف قصيره فمتوسطه وطويله. وبعدين لازم تشوفي ايه مصادرك اللي في ايديكي، وايه امكانياتك، ومين المنافسين في الهدف اللي انت عايزاه، وبعدين تحققي الهدف كل يوم خطوه. ده له بلان كبير. يعني ادخلي على صفحتي في محاضرة ليا بالكلام ده على الأهداف. اسمها كلمتين وبس. ازاي اكون محامية شاطرة؟ ايه؟ تعلمي، استفيدي من خبراتك وتجاربك مع استاذتك، ده مهم قوي. تحرص على حضور المعهد. نعم؟ تحرص على حضور المعهد. وتحرص على حضور المعهد. وزارة الاستاذ في مجلس الإدارة. ممكن افهم واجب الاعتراض على الراجل اللي بيساعد في دوله في مسير معين؟ لا انا ما عنديش اعتراض، استنى واحده. اذا كان الراجل بيساعد زي سيدنا النبي سيد الخلق بمزاجه ده شابوه، لكن اذا كان بيساعد مضطر مش شابوه. كده مطلق. هناك بعض الحالات التي تتم تفكر الشخص بمجرد اغتشابه. يعني واحده وارد ان يبقى اتفضل لحد الشخص وحسين مش هيعرف حاجه. متى سيتم حمايه المحامين من بطش رجال الشرطه في المراكز؟ بص بقى انا مقتنع بان اللي محتاج يحترم نفسه. لو انت داخل محترم هتقبل الرجاله من المراكز. يعني ما مش محتاج. ولما يتجاوز في رقابه هتقف وراه. ايه ده؟ لا تعمل كتير. النقابة تعمل كتير. لا لا لا. لا 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 لا. لا خد يعني. لا لا ده كلام. كيفية اكتساب الخبرة في مجال المحاماة انك انت تحضر في هنا وبعدين بصوا على حاجة. أول ما اشتغلت في المهنة كنت بعمل إيه؟ كنت بروح أجيب أمين السر أديله حاجة وأقول له كلمني عن القاضي عشان أعرف اتجاهه. القاضي ده أخباره إيه؟ شخصيته عاملة إزاي؟ إيه اللي ممكن اللي يسمعه؟ فاكرين فيلم بتاع عادل إمام لما جاب مش عارف مين أبو جهل حضر له قضية إن القاضي ده أصلا بتاع فلوس ظلام؟ لازم أنت كمحامي يبقى عندك تبقى كريتيف، عندك مبتكر. يعني عندك اوت بوكس، فكر بره الصندوق. شوف القاضي. وجيب الاحكام. هات لك حكمين ثلاثه من احاكمه وقضايا مباشره. لانك لما تقراهم هتفهم اتجاهاته ماشيه ازاي. هو في فرق بين محامي عادي ومحامي شاطر ومحامي ممتاز. ايه الفرق؟ الفرق اللي موجود انك انت ما انتش واقف على الحته دي. أنا واحد من الناس مثلا أنا محامي مترافق وعندي مكتبي محامين بتك، أنا بكتب برضه بس عندي مكتبي محامين بتك أحسن مني. وعلى فكرة الإنسان أسوأ إنسان هو الممتلئ بنفسه فقط.
بعد ما خططت فريق عمال بقى بتصلح بقى. يا فندم والله يا فندم مش اتهام، سؤال يا فندم. هو السؤال بيحتمل معنى اذا كنت بعيدا عن الله. على فكره انا مش عارف. انبسار الثقه بالنفس يعود. ده سؤال مهم ده. بس انا مش هتحرك اقول ده طويل قوي. الثقه بالنفس دي حاجه مهمه جدا محتاجه ده موضوع مهم قوي. لانك انت اولا اكبر انواع الخوف اسمه الخوف ولا التحدث عن الموضوع. كل اغلب الناس عندها خوف تحدث عن الموضوع. وانا كان عندي مثال صدق لازم تكسروه. وبعدين اقول لك حاجه، انت كمعلم لو عندك مشكله وطلعت خلاف على القاضي مثل الموضوع المطلوب. بيسالوا نادي ابو منشي اللي هي بتاعت الباليه اللي هي الروسيه بيقولوا لك انت بتعمل كده ازاي؟ قالت لهم انا بعمل الموضوع جوايا الاول وبعدين اطلع من بره. يعني اقعدي في البيت حطي مامتي وباباكي واحد فيهم القاضي والتاني المساعد او بتاع النيابه وابتدي قولي المرافعه قدامهم قبل ما تروح المحكمه. انا مش مقصر ولا بتكلم ايه؟ انا بتكلم ايه؟ لما تقولها بره قلت لها تخرج تقولها عادي. اخر سؤال سيدي كل شاعر قادر على حياتك هي اسمها صياغه مش حياتك هي اسمها صياغه الكلمات بدقه تكفي كل مستمع عذرا لم اجد في كلماتك سوى كلمات الله اشكرك. ليست الحياه سوى معركه كبيره لا يعود فيها اي انسان لا يفوز فيها اي انسان كلنا هاربون لا محاله فلا تدعونا لنعيش الوحده. ده ايه الكلام ده؟ بس انا ما بحبش اختم بحاجه كده. بصوا عايز اقول حاجه. ربنا قال تفائلوا بالخير الذي يوجد. في حاجه اسمها قوانين عقل الباطن، المحاضره دي خلي بالك الشيء اللي بتفكر فيه بينجذب ليك. هتفكر ايجابي هينجذب ليك ايجابي، هتفكر سلبي هتعيش سلبي. عيشوا كل لحظه لانها